اشتباكات عنيفة تشهدها مناطق مختلفة في مدينة تعز منذ عدة أيام، لكن أعنف هذه المواجهات تدور في منطقة كلابة ومحيط القصر الجمهوري، وكذا حي الروضة ومنطقة الأربعين وجبل الوعش، وذلك بعد أكثر من 3 أسابيع من سيطرة المقاومة على مواقع استراتيجية مثل مبنى المحافظة وإدارة الأمن ومنزل الرئيس السابق علي عبد الله صالح، إذ تشن ميليشيات الحوثي وصالح هجمات متكررة مدعومة بقصف عنيف بمختلف أنواع الأسلحة كالدبابات والمدفعية الثقيلة وصواريخ الكاتوشا في محاولة لإحداث اختراق في هذه الجبهة المهمة بالنسبة للمقاومة الشعبية في تعز، إذ يقع حي كلاب على مشارف القصر الجمهوري ومعسكر قوات الأمن الخاصة، واللذين يحاول الحوثيون وقوات صالح حمايتهما من السقوط في يد المقاومة من خلال شن هذه الهجمات المتكررة على هذا الحي، والذي يمثل خاصرة لحي الروضة معقل المقاومة في تعز. ومثلما يشكل سقوط القصر الجمهوري ومعسكر قوات الأمن الخاصة انتكاسة للحوثيين وصالح، فإن سقوط كلاب والروضة سيشكل بالمثل انتكاسة للمقاومة على الأقل من الناحية الرمزية. محمد القاضي، سكاي نيوز عربية، تعز.